اليوم نحكيه على غريبة صارت في ولاية سليانة. مجموعة من المنحرفين يصدموا على دار فلاح يسرقوا له الغنم نتاعو ويكملوا يهزوا له مرته. الغريبة يرقاو الغنم ومرته ما يرقاوهاش. يعني هما اللي جاوا باش يسرقوا هذوما ناويين مرته ولا ناويين الغنم باش نعرف؟ ما فهمتش معناها ويهزوا فيها عليه وهما قداش برشا ولا شوي وهي كبيرة ولا صغيرة معناها وشنو نوعها هي تابعة؟ ما فهمتش يعني هما حشتهم بالغنم ولا حشتهم بمرته؟ زعما غلطوا فيها ملقوم يهزوا معناها كالمرأة ما هزوش ما حشتهمش معناها هما بغنم ولا بفلوس ولا بالذهب ولا مثلا بالمرأة حشتهم معناها. اش معناتها غلطوا فيها؟ اش تقصد غلطوا فيها؟ ليه مش معناها باش يحسبوها نعشة؟ لعل هما اش عطاهم روسهم وقتها معناها اللي هي مش عارف حسبوها معاهم ولا ما علاش يخلوا علاش يغلطوا فيها وقتها زعما كي يروحوا فاقوا اللي هي راهي ماهيش تابعة الغنم معناها خلوا المرأة ورجعوا الغنم. ما فهم أصلا هم ياش يهزوا في الغنم بالك شوف فيهم كل نسية الغنم معناها هم هزوهم. شنو يدخل يسرق عليها لش كمل يهز مرته يعني ماش هز لها عليها لش وخلي المرأة ولا هز المرأة وخلي لها عليها لش علاش الزوز مع بعضهم؟ برشا عليا برشا معناتها يهز حاجة منهم. البلد هذيا ما عاش فيها خويا قسم بالله غريبه كل مره تسمع غريبه كل نهار غريبه معناها البلاد والامور تمشي تتحسن وتمشي تشوفوا برشا حاجات تتبدل في البلاد شيء كل مره هو اغتصاب هاو فلاح لعله يخدم على روحه زدموا عليه ما لقوش فلوس كذا لقوا مرته ما تجيش سبحان الله شنية هي راي فهمتني بلادنا صاحبي كيك كارثه هذه شنو راي كارثه عمرها ما صارت شنو يهزوا الغلم والمراه ما فماش ويحبوا يهزوا هزوا المرأة شيء يضحك والله العظيم شيء يضحك والله على ما تفرحش على ما تعجبش شنو راجل يهزوا له الغنم نتاعو ويزيدوا يهزوا له مرته بعد يلقى الغنم وما يلقاش مرته منين جات يا حتى في الشقاقو ما فماش ذاك هو كل يوم نسمع غريبه جديده وكل يوم حكايه جديده غياب تام للدوله غياب كامل للحكومات والواحد معناتها توصل انه الشخص يهزوا له مرته معناتها غريبه هذه معناتها خاطر راجل كبير خاطر ما عندوش معناتها شكون يقف معاه وجيرانه ويسكنوا بعد عليه ونعرفوا احنا في الارياف انه فما بعض الناس يسكنوا معناتها متطرفين يبدا بعيد على الجيران ويبدا بعد عليه برشا وكذا ويبدا في منطقه خاليه والله شيء غريب اقسم بالله البلاد هذه معناتها كل يوم نسمعوا فيها حكايه ديما جديد اغرب من اللي فات. اليوم تستغربك تسمع حاجه كي لا هي الغرايب هي برشا والله من اللي بدات بعد الثوره تونس ما شاء الله وكاو يعني كل مره تجيك غريبه يعني عادي واحد يلقى راحه راكب مع غنم حتى هو هزينا سرقينا ولا مروحين بي ولا سفاره عليه ما عادش نستغرب من حد شيء دي انا تطور عرفتها ما عادش نستغرب جمله دي في تونس ما تستغرب شيء صح في تونس ما تستغرب شيء ما نستغربش الحقيقه ما نستغربش مالوريزمون وليت حاجه عاديه مالوريزمون اليوم ولا المواطن ما عادش امن حتى في داره المواطن ما عادش امن حتى في داره ما بالك يجيك البلاي غافل ما بالك يخرج للشارع شنو اللي باش يصير ليه مشيت للبلاد ما عادش فيها البلاد والله واحد حتى المواطن ما عادش يطمن في داره انت اليوم متمان لا والله متمان ديما فايق كل قطوس نرقد كل قطوس على حاصله حتى يتعدى بعد الدار نقوم بالنسبه لي انا الحمد لله خاطر انا نسكن هوني في سنتر فيل وديما هوني ما الحق ما اتاني حد شيء الحمد لله. سامحني كي تبعث بنتك تقضي ولا تبعث ولدك يقضي مطمئن عليه ولا؟ لا بالنسبه لصغاري مانيش مطمئنه كي نبعثهم يقضيوا مانيش مطمئنه خاصه كي زاد صارت الكارثه هذيا. انا لامان حتى في داري ما عنديش مع مرتي ما عنديش تو. لامان مع مرتي ما عنديش باختصار. بكل وضوح يا صاحبي حن وهاني نزيدك زياده انا سازين شياسي ها تحت يا اوراقي شفت وما تعملناش هك تحديناش على العباد ما سرقناش علاش اليوم المواطن التونسي ولا يتلز باش يسرق ويخطف ويضرب عليه شنو اللي لز وش فما؟ شنو اللي لز؟ تونس لزاته كيفاه؟ كيفاش؟ لا فما الخدم لا فما حد شيء ما يبينا باش نمشي نهبط نبراكي نفوت نسرق ننطر نعمل امر الكل باش نجيب له فلوس. سامحني انت ما تلقاش خدمه تتلازم تمشي تسرق وتخطف؟ اي نمشي نسرق ونمشي نخطف. عطينا سامحني ذاك اللي سرقت له انت واللي باش تخطف له ذاك راهو حتى ذاك ربي يعلم بيك باش دبرهم مش يخدم بحلاله مش يخدم مرمى. حتى انا زاد يعلم بيا ربي زاد نجري ونجري باش عرفت نجيبه التليفون هذا. ما
انت يعلم بك ربي باش تجري باش تسرق له حاجه بتاعه، هو ربي يعلم بك فاش جابهم بحلاله هكا توا. اي خويا انا باش حتى انا جابه بالعرج هذاك زاد التليفون بنجري والحاجه ما يحوس فيا كيفاه. سامحني الجري هذاك وانت صحت بدانه وبدنك تبارك الله عليك بوني تهد حيط كما يقولوا، عاش باش تخدم مرمى. وين عطينا يا سيدي؟ وين الخدمه؟ ريتها تمشي تخدم، تمشي انت وطفله، تدخل الطفله يقبلوها، تدخل انت ما يقبلوكش. علاش؟ خاطرها طفله، خاطر عنده موضوع يحب يوصل بيه وفي راسه. هو الحقيقه مش شاب التونسي، هذا فينومين موجود في العالم الكل، واحنا ولينا معناتها ياسر منفتحين على العالم، دونك نو سون با لابري من اللي يصير في العالم. شنو هو الحل اليوم باش نحيو الظواهر هذه؟ باش نقضيو عليها بصفه نهائيه؟ خويا ما نعرفش انا من الحكايه هذيا، الله اعلم. خويا كثرونا من البوليسيه كثرونا منهم صح. بوليسيه لازمنا نقضيه بعد الظاهره هذيا باقرب وقت ممكن، معناها اقرب وقت. هكاك اخويا نكثروا الدوريات كذا قال الموضوع يصير تك هزوه. عندي انا مادام وصل لك كير ولازموا 10 سنين 20 سنه حبس ياكلهم باش يتعب باش يعرف قيمه المراه شنيا في البلاد، خاطر معناها نحن نعيشوا رجال وحدنا في البلاد، مو معنا نسينا معنا امياتنا معنا خواتنا، بتصير على اختك باش تصير على اختي تحس بها، بتصير على امك بتصير على امي، فهمتني اخويا؟ لازمنا لما لازموا يقف البلاد وقال الموضوع، فهمتني؟ ما يسالش حتى يدوروا، هي البلاد هي تعبه صحيح نجموا نطلعوها البلاد راه بالحكايات هذيا، قد ما تسمع الحكايات هذيا قد ما تزيد البلاد تزيد معناها تتطور اكثر. دونك خويا الحل الوحيد يكثروا الامنيات، والرئيس هذا يتلفت لهم شوي جهات ضمك فهمتني، يعمل لهم نقر على الاقل. الاغنياء فهمتني يبيع راه سبحان الله، هو يبيع في الاغنياء ما يدبر في قوته مسكين، يمكن ما عندوش فلوس يجي ما يلقاش مرته، ايش باش يقول مسكين؟ هي تجدد واحد من الناس تجدد وتبدا عنده مثلا تبدا عنده بنته ولا حاجه باش تعمل لها؟ ما صارت على امه تجمع رجال تصير على بنته. فماش حل راه فماش حل ما دام الدنيا هذه كلها معوجه، هي ما فما الحل لنا مشكل بالضبط يا اخي كان هذه هي مشكلتي، هي كلها مشاكل هي عايشين فيها، يعني شنو نلقوا حل هنا؟ احنا عندنا كان مشاكل تو الحلول مش تو على 2025 بالك ولا 26 تو تجي مره اخرى معنا تو لموا المشاكل ونحكوا عليهم هكا ونفركهم شوي وكها ومن بعد ربي يسهل في الحلول كيفاش باش تجي. باره هذه تتقزا بصفه نفاية ضربان بيد حديد، حتى ولو عمل قد كذا ضربان بيدي احنا نبداها بالصغير حتى نوصلوا الكبير. مش شنو توا هذاك برا شوف عليه مسكين مش يلقى مرته مش يلقى مريته مسكين وشوف اش حاسس، والدولة التونسية ويني؟ الله أعلم، متعاركين متضربين السرقة الخطفة، يعني أنا نمشي ديما إيدي في جيوبي على ما يواتي وراه ما عندي شيء، راني ما عندي شيء وإيدي في جيوب ونتلافت مع جنب ما عادش حي. سامحني ما عندك شيء علاش حاطيك في جيوبك؟ خلي حتى اللي يهز خلي يهز مو باش يلقى شيء. وليش بدني معاه يقتلني؟ ما هو يجبد يدخل يديه ما يجبدني معاه نشلق به يجبدني معاه يقتلني. هاي سايره في الاسواق، هاي سايره لهنا. دورات امنيه في كل منطقه في كل ولايه. شنو تشوفوا فيها الاجرام والواحد كيفاش؟ واحد شنو راجل ذول الغنم نتاعو هذول مرته لقى الغنم وما لقاش مرته. شنو جد هذه قصه هذه؟ الناس هذوما علاش ما يتحاسبوش؟ الناس هذوما علاش موجودين خارج السجن؟ سي عمر اتاكد انهم الناس هذم راهم ارتكبوا الاف الاشياء والاف الاخطاء وراهم ما تحاسبوش، ولا راهم خارجين من السجن بعفو ولا كذا وراهم يزتلوا راهم كذا. الناس هذوما لازم الانواع هذه لازم تتحاسب، ما تتوجدش في الشارع هذه وما تتوجدش يعني في المدن وفي القرى، لان وجودهم خطر. تأكد انه السيد هذا اللي هزوا له مرته وراه رجل كبير وغير قادر وعاجز وكذا يستغلوا معناتها وضعه وكذا، والناس هذوما منحرفين نورمالمون ما يكونوش خارج السجون، هذوما نورمالمون يكونوا في السجن. حتى الاغنام ولت معناها تو قيمه اكثر من المراه، معناها تجي تشوف انت تو معناها فما ديجا تسمع الحكايه هذي ويها باش يسمعها باش يشكي في راسه، معناها المراه سبحان الله نورمال المراه عندها قيمه في تونس، هك تشوف بلدان البر المراه بقيمتها معناها فما حد شيء. المراه عندها قارونه وعندها كل شيء، معناها تجي في تونس معناها هكا تشوف، معناها المراه حتى تو في الكوفر فو من السبعه معناها من السته نقولوا من الخمسه مدقة حتى امراه، علاش؟ خاطر معناها خايفين. انا عندي اختي معناها تخدم معناها خاف عليها زاد، عندي معناها زاد برشا بنات خالاتي عماتي معناها يروحوا بكري، علاش؟ معناها المراه عندها حقوق تنجم تخرج وقت ما تحب وكذا. لازمنا خويا في بلاد هذيا صاحبي لازمنا كل المراه بقدرها تعيش، كل واحد عنده امه وعنده اخواته وعنده كذا، خاصه في الريف نعذروهم نحن ما عندهمش نقل صحيح وعباد ما تهمشوا وخدمه ما فماش وبطاله برشا في تونس، معناها ما تصوريش الحكايه هذيا، معناها حتى ما واحد تونسي معناها في وسط البلاد ولا في اي جهه، نحن جهويات نعيشوا لنا
فهمتني؟ يجي معناها تمشي معناها العبد تقول له هاو في الريف او كذا يضحك معناها، ما قراهاش في مخه، اقرا لي انت عندك اختك زاده وعندك امك وعندك معناها برشا حاجات، اليوم يقربوا لك معناها الجهه نتاعك، فهمتني خويا الغالي؟ تسمع حكايه هذه والله ساعات تبكي في مخك، مش معناها في الواقع، تبكي في مخك.